يا صباح الخير ويا صباح الطاقة الإيجابية وصباح الحب وصباح كل شيء جميل في الحياة. وش رأيكم؟ إن شاء الله كامل تكونوا بخير. على بالي عجبكم قال الفيديو اللي حطيته دوكا. خرج لي صباح كنت نخرب في تليفون خرج لي. شوفوا سبحان الله دايما نلقى أشياء ينصحوا بها، يعني ناس ينصحوا بها في السوشيال ميديا، نلقى روحي دي جراني مطبقتها في حياتي. هذا شحال يعني سبحان الله العقل نعمة وربي سبحانه كيمد الحكمة لعباده. أوبس أو ماي جاد يا أخويا دير ستوب معليش تفضل. ما لازمش نكونوا زعفانين ونتنربى وكي نكونوا نسوق وعادي. غلط anyways قلت لكم شحال من خطرة نلقى أشياء في السوشيال ميديا نصحوا بها وأنا دي جراني مطبقتها في حياتي. سبحان الله يؤتي الله الحكمة لمن يشاء ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سبحان الله يعني نحمد ربي سبحانه أنه أعطاني الحكمة. سبحان الله متقرأ في القرآن يقول لك يؤتي الحكمة من يشاء ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنسان اللي عنده العقل يعرف كيفاش يخمم، يعرف كيفاش يفكر، ما يأذيش غيره، يخمم على مستقبله، يخمم يدير دراسات ومخططات للمستقبل دياله، مستقبل أولاده في المستقبل. فالعقل نعمة أحسن من أنك تذهب حياة الناس. فكيف تذهب حياة الناس راح تنسى حياتك. وأنا الحمد لله يا ربي من صغري لهي فقط في حياتي. فكي تشوفوا إنسان فيه تغيرات يعني في حياته عرفوا باللي مركز في حياته هذه هي. فشوفوا سبحان الله هذه الاستراتيجية اللي لقيته الإنسان هذا يحكي عليها أنا مطبقتها في حياتي، تحبوا حتى نحكي لكم عليها. فنحكي لكم كي كان رجلي حي ربي يرحمه. قلت لكم كي كان رجلي ربي يرحمه حي كان دايما بيناتنا خلاف على ما تخدميش، كيفاش تخدمي، كيفاش هكذا، كيفاش تديري سوشيال ميديا، مرت عمار ما تخدمش. اكو تعرفوا كامل رجالنا يحكم معنا بهذه الطريقه. وين شخصك؟ شخصك معايا الله يرحمه توحشتو. شخصك باش تخدمي؟ كاش ما خليت عليك قلتي دار شيتك دار، قلتي لوطو شيتك لوطو، قلتي ذيك اعطيني دراهم نعطيك، قلت شخصك معايا هكا يدير لي. وانا نقولو يا بيبي ما خصني والو معاك، صح انا نحب تكون علاقتي بيني وبينك ماشي غير اعطيني ودير لي. لا علاقتي معك نحبها تكون هكا انا عندي وانت عندك وهكا فقط بينا فقط هذاك الحب وهذاك الرحمه والموده. اوكي هي مليحه انه دراهمك دراهمي ودراهمي دراهمي بصح لازم دائما نكون انا يا انديبوندون. قلت لكم مليحة هذيك تاع دراهمي دراهمي ودراهمو دراهمي هذه العقلية قال مشو بها احنا الزوجات. بالصح مليح انك تكوني انديبوندونت، عندك مداخلك، هو عنده مداخله، هو رب العائلة، هو اللي يصرف على العائلة طبعا اكيد لانه دراهمك انت اذا حبيتي انك تصرفي هكذا. تكون كاينة علاقة يعني ما فيهاش مصلحة، ما كيش معاه على جال مصلحة، اكي معاه خاطرش هو ويصرف، اكي معاه باسكو هو اللي يمدلك. لا، مع الوقت تخسر العلاقه بهذه الطريقه. فلا راكي معاه وراه معاك باش تكملوا بعضاكم، ماشي عيب انه يكون ما عندكش ولكن يولي عندك في المستقبل. ماشي عيب انه يمد لك ان كوت بوس كيما انا راجلي يمد لي ان كوت بوس بعدك، ولا انا عندي وهو عنده وحنا نكملوا بعضانا. فماشي نطمعوا في بعضانا، انا ما نطمع فيه هو ما يطمع فيا، بالعكس انا نحبه ويحبني. هذه العلاقه اللي خلتنا ما نسمحوش ببعضانا، ما نفوتوش بعضانا مالقرين من نسمح. على بالي بلي تحبوا هذا النوع من النصائح، انا يجوني غير مع الصباح كي نوض هكذايا نبدا ننصح. دوك تقولوا لي ولي ديري لنا لي ستوري دائما مع الصباح، ولا غير من داك كندير لكم لي ستوري دوكا لايف هكا مع الصباح يعني بلا تسجيل بلا والو. فهذه هي العلاقه ما بين الزوج والزوجه، لازم دائما تكون خاليه من المصالح. هي في البدايات طبعا اكيد صعبه، فاكيد المراه من حقها انه يصرف عليها الزوجة تاعها، ولكن كي يكون يصرف عليك الزوجة ديالك عارفي كيفاش تديري راس مال وتبداي به انت مشاريعك الخاصه، وانت تطوري من نفسك، وانت تخلي نفسك يعني انديبوندون، تخلي نفسك ذات حريه ماديه، خلاص يكون عندك مداخيلك الخاصه اللي هو في المستقبل يجي يقول لك بيبي والله غير خصني باش نخلص الخدامين كاش ما سلفيني كيما كان يدير لي
شحال من خطره عطيه يخلص الخدامين، شحال من خطره كان يسلف عليا باش يخلص الخدامين، باش يخلص المازوت، باش يخلص لي بياس اللي يشريهم للكيران. شحال من خطره خلاص راني حافظه كاع واش كان يشري وكاع واش كان يخدم، خاطرش كان يجي يتسلف من الاستثمارات اللي مديرتهم انا اللي هو عطاني باش نديرهم. يعني صراحه بصح عطاني ان كود بوس باسكو انا مادام، انا مادام ولد مختار، انا مرته، دونك كي يعطيني زياده فيه هو. دونك انا كي وليت انديبوندونت وش عطاني كبرته ورجعته، واو الحمد لله قدام عينه يشوف، كان يقول لي اه مرتين تن يستعرفوا الرجال في الاخر كي يشوفونا باللي شاطرات يستعرفوا اه مرتي شاطره، يقعدوا يزخوا بينا قدام الناس سكتي وحنا نتلفوا راجلي قال عليا شاطر ماشي غير في الطياب شاطره في الاستثمارات. اي 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 والله نولي كنت فكر هاد الامور على بالي بلي تسحقوا هاد النصائح في حياتكم. دونك نولي نحكي لكم، نحكي لكم شوفي راجلك في البدايه تاع الزواج كيكون يمدلك ويصرف عليك ومنا تجيه نورمال، زواج جديد عروسه منا حب وغرام كي فاهمه، بصح من بعد كي روماركي بلي كنتي واش يعطي لك، تروحي تصرفيه غير لبسه، تروحي تصرفيه غير تبياش، تروحي خلاص ما كانش تزيد تقولي له اعطيني 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 اعطيني، فهمتي؟ فانا والله العظيم كنت اللبسه وما نشريهاش، مرات يقولوا لي يقولوا لي علاش ما تعرفيش تلبسي، علاش ما تلبسيش لي ما كنت لبسي، انا هذوك الدراهم كامل كنت نستثمرهم، يا استثمارات في الاسهم الامريكيه، يا عقارات، يا امور بزاف بزاف، والله العظيم معي يا راجلي يتسلف من عندي باش يقضي اموره في الجزائر، وكانوا عنده بزاف ديون في الجزائر كان يدي من عندي باش يسلكهم. بون شغل ماشي ما نقولكمش من عندي، شغل انا وياه واحد بصح كلش في اسمي فوالا. دونك لازم تكوني انديبوندون سيداتي. ايه نقولكم هذه ثاني، انا يا راجل شري اختراع اودي، اودي اطروا في الجزائر، هذه شراها لي اون 2020 كي كنا حاصلين في كورونا، هذاك الوقت كنا حاصلين في كورونا، شراها لي نشفى لها، شراها لي على واحد الانسان في فلوساندي اي ثينك لايك ذيس يس، فواحد البومبايسونس هكذا فلوساندي، شالي اطروا بيضة ومن بعد خطره كريبيت بها الروضه ومنه وجايه شغل طايباز هكذا، كل ما نجوز عاطر الدوده انا ديال الخرق خرقتها كاع. بعد قلت علاش انايا علاش عليا هكذا، رحت بعتها وشريت، اقسم بالله شريت 207 2010 قبقوبه، كانوا صحاباتي كيشوفوني يقولوا لي وش بيك تمشي بهذه، نقول لهم نمشي بهذه يا اختي الحفاري والضودانات، خلوني دراهمي نعرفوا نستثمرهم. فهكذا بديت، هكا بديت دوكا طوموبيلات حديت ولا حار، هذه هي نحكي لكم كل ما نتفكر اشياء نحكي لكم. خطره ثاني شرى لي دار في بوروبا، باجر راح بوروبا يعني تتلف للاخر، بون هذيك الدار ما كملتش قلت لكم بلي سرقوها نايتو بها. المهم دوكا كنت نشفى بوروبا، كنت نفتح الطاقه نلقى واحد الجاره تضل تعس فيا، ما نعرفهاش كاع هي في الباطي مالي من هي تضل تعس فيا وتدي خبار. دوكا نفتح طاقتي نلقى برج خليفه، يعني شوفوا ربي سبحانه كيفاش يعوض الانسان، فقط ذكاء وتانيك شده في ربي. فكما نقول لك احنا كيفاش نديروا، نتوكلوا على ربي ونسعوا، هذه هي ام الاذي وش غيرنا، نعاودها ونقولها المليار مره، لا تاذي غيرك وما تشوفوش في حياة غيركم، لأنه خزائن الله كبيرة واسعة، عبكم بلي خزائن الله تتسع لنا جميعا، يقدر ربي يعطينا كاع 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 كيف كيف، صح وشنو المشكل أنه الناس تحسد. فاللي يحسد وش فاللي يحسد يكون ربي كان راح يعطيله، بصح كي يشوفوا حسد هذاك الانسان اللي عطالو يقول له ربي سبحانه اه مالا راك تحسد في عبدي، تسمى راك هنا تكفر بيا، راك تقول بلي انا ما عنديش خزائن كبيره ونمدلك، اما لا اقعد طول حياتك وانت تحسد ومقنوط. دوك هذاك اللي حسدته نزيد نطلعو نطلعو ونرفعو درجات كيما صاريت لي دوك انا، الحمد لله يا ربي ربي ويطلعني ويرفعني يرفعني درجات درجات، وهم قاعدين يحسدوا يحسدوا الناس اللي عندي في حياتي انا اللي تعرفوهم كاع، انا كنت تعرفوني فمي مشرك نقول كلش. الناس اللي راهم في حياتي قاعدين يحسدوني راهم غير يموتوا 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 يموتوا، انا ربي يرفع 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 وهم يموتوا يموتوا يموتوا، لو كان يسترجعوا بينهم وبين مولاهم ويستغفروا ربي ويطلبوا سمح تماك ربي يفتح عليهم، صح ما دامهم هكا في قلوبهم مرض فسيزيدهم الله مرضا الى اخر يوم في حياتهم.
هذه هي. ايه تفكرت هذه كيش الدسونسات انا هذاك الوقت هو كان عنده رونج ازبيار كحل. دونك هو هذاك الوقت كنت نسكن في شراقة, كان يقاري في شراقة ويمشي بالدسونسات تاعي. ونقول علاش تمشي بالدسونسات تاعي, امشي بالاس فيار, عندك اس فيار؟ يقول لي اه انت تعرف صلاحك. قسما بالله فينالمون هذاك الاس فيار انا قلت له جيبو جيبو, احنا بعته جبت دراهمه هنا استثمرتهم. والله العلي العظيم شوفوا كي تستثمروا اموالكم في المستقبل راح تستلذوا فقط في الاستثمارات, ما تستلذوش في امور الفشخره والامور هذه. فالامور الفشخره هذه للناس اللي كيفاش نفهمكم, الناس اللي ما تعرفش صلاح من الاخر السخافه. فاستثمار اهم شيء, الاستثمار في هذه الحياه, الاستثمار هو اللي يعلي مقامكم. هذا واش نقدر نقول لكم, الاستثمار يعلي مقامكم, الاستثمار يضمن لكم مستقبلكم. طبعا اكيد بعد الاستخاره, قبل اي استثمار استخاره, ما ننساوش بلي كاين رب فوق, لانه بدون توفيق ربي سبحانه لا استثمار ينفعك ولا تفكيرك ولا حكمتك, لانه شكون يعطيك الحكمه هو الله سبحانه وتعالى. فاستخيروا قبل اي استثمار راح ديروه. كيما ندير انا نستخير ربي على بها الحمد لله يا ربي فاتح لي طريقي في كل مكان. واستثمروا في عدة أشياء مش في مكان واحد, عدة أشياء, عقارات, أسهم أمريكية, كذا كذا كذا, في كل المجالات استثمروا. حتى ديروا your own business, فتحوا محلات, صح لازم يكون عندكم هكذا استثمارات في كل مكان. تقدروا تبدأوا بالقليل وتكبروا, هذا وش نقدر نقول لكم. فارب إن شاء الله يوفقكم, إن شاء الله ربي يوفقني دايما باش نعطي لكم هكا إلهامات على تجربتي في الحياة. جيت الحانوت باش نشري تليفونات, راني قريب ندير لكم مسابقه. هالو, هاي, هاو ار يو ماي فريند, ار يو جود؟ وير از شاميم؟ از هير. هاو ار يو ماي فريند؟ ار يو جود؟ ام ميكينغ ا ستوري. اوكي, هاي, سي هاي فور ماي فولورز. هادو ما يعرفوا ما راجلي, راجلي مسكين ربي يرحمه, موالف يجي هنا يشري تليفون. دو يو ريمبر ماي هازبند when he came here؟ yeah, هنا يشري تليفونات, مسكين يشري هكا بالعرمه ايفونات, سامسونجات, من يديهم هدايا مش يبيعهم. يا يديهم هدايا مسكين, يديهم دي كادو للجزائر, هذا ولاد عمو, هذا اللي خدامين تاولو, هذا مدير, هذا كذا كذا, شحال من خطا مسكين يجي يشري لهنا. راجلي كان بزاف انسان كريم, مولاه خير كبير, ربي يرحمك يا الغالي. عم تخو يعني ام تخوفيا هكا يقولوا, ام ريلي بروود, فخوره بنفسي اني زوجت انسان كيما هذاك. شغل ما يتزوجوا حتى يتشابوا الحمد لله, انا وياه كيف كيف هكذا. عقليه واحده, فهمتوا علاش نحبوا بزاف وفهمتوا علاش يحبوني بزاف. دونك وجدوا لي روحكم ان شاء الله يا ربي المسابقات جايين في الطريق. شو مي بليز ذا ستوري from your phone. متابعيني وكاع انا عندي real indian people, تما عندي هنود حقيقيين يتبعوني, ماشي الهنود هذوك اللي يشروهم. اوكي فيروز, ار يو فروم انديا؟ يا هيز فروم انديا. شوفوا ها من تليفونه ها يتابعني, اقسم بالله. ويقول لي شحال من خطره نقول الاصدقاء الجزائريين يشرحوا لي واش راكي تهضري. ايفن يو شاميم رايت, يو فروم انديا رايت, يو اند يور فريند اول يو فولوينغ مي رايت. يا والله العظيم شحال نختار يقولوا لي نسقسي واصدقائنا الجزائريين نقول لهم شرحوا لنا واش تقول احلام قسما بالله. ونهار اللي توفى راجلي بكاو معايا بزاف 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 هنود هنايا يتبعوني ويشتوني هكايا, خاصه اني نتعامل معاهم في العمل ديالي, في واللي نشري عليهم في كذا. عندي انا هنود حقيقيين يتبعوني ماشي اللي يشروهم, هذه يطلعوا بهم 3 ملايين قريب 4 ملايين. خويا ما خصاتكش وحده شابه, قول والله. قيمنا شوية, شوف فينا. قول والله
يقول.